يعني نقدر نقول لك السي فوزي البنزرتي لقى الدار الاساسيه، لان ولينا كنشوفوا فريق وليد البيضاوي تحسن، يعني بغض النظر على المطالب تاع الجماهير العريضه ديال الفريق الوليد الرياضي اللي كانت كطالب باقحام بعض اللاعبين، هو ما وعلى حسب التصريح تاعو هو ما عندوش شي لاعب، هو واحد اللي هو غيهز ديال الفرقه، ما عندوش لاعب، هو عنده كل شيء مجموعه، اللي كدرب مع المجموعه واللي واجد راه هو اللي كيستحق يحمل القميص. ودليل على هذا راه لعبوا ثلاث المباريات خارج الميدان ورا انتصروا فيها، وكنتمنوا ان شاء الله اليوم عاوتاني يكون انتصار عاوتاني رابع خارج الميدان. صراحه بالنسبه لي ايوب سكومه هو صديق ديالي، يعني راه كان معايا فريق الفتيان وفريق الشبان ديال الوداد، كنعرفو لاعب كبير عنده واحد القيمه كبيره، يعني كون جاتو شي فرصه راه بامكانه يلعب في الدوري الاسباني في اعلى مستوى، ولكن على حساب يعني دائما التصريح الاول والاخير القرار الاول والاخير تبقى المدرب، يمكن واش ما كانش كيحضر، حنايا ما صراحة حنا ما حاضرينش معاهم في التدريب، ولكن على حساب التصريح المدرب ما غاديش يحط هو شي حاجة من راسه، ولا غادي لا غيغضب بها الجماهير أو اللاعب. والدليل على هذا اللاعب ما خرجش هو بشي تصريح اللي تيعارض به زعما المدرب، بان لي يمكن ما كيتدربش ولا سميتو مع فريق الأمل، وشوش بالي هو الشوفة ديالو كديرة، يعني حنا داك اللي كيهمنا هو الفريق الوليد الرياضي، هو غادي دابا في الطريق المزيانة، وكنتمناو الخير لا لأيوب سكومة لا للوداد.